شاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار يضيء شعاعها دربا طويلا لخير زمانها وسن اقتدار كمثل الشمس ساطعة تنادي ملامع سطرت سحب المنار ملامع سطرت سحب المنار وفي أرض المشاعر ترى المجيئة للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد ها هنا جئناك مولانا وقوف وعلى البيت العتيق إذا نطوف نرتجي منك السعادة والقطوف هب لنا بالعفو والرضوان زاد ها هنا جئناك مولانا وقوف وعلى البيت العتيق إذا نطوف نرتجي منك السعادة والقطوف هب لنا بالعفو والرضوان زاد هب لنا بالعفو والرضوان زاد أسفرت أزكى البشائر للعباد واتنا وعد المحبة بالوداد موعد الحج أتى للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد أسفرت أزكى البشائر للعباد وادنا وعد المحبة بالوداد موعد الحج أتى للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد أسفرت أزكى البشائر للعباد وادنا وعد المحبة بالوداد موعد الحج أتى للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد حول بيت الله جئنا نرتجي نرسم الآمان بالرجوى إليك حين أودعنا بها الأمر عليك فاهدنا يا ربنا درب الرشاد حول بيت الله جئنا نرتجيك نرسم الآمال بالرجوى إليك حين أودعنا بها الأمر عليك فاهدنا يا ربنا درب الرشاد فاهدنا يا ربنا درب الرشاد أسفرت أزكى البشائر للعباد واتنا وعد المحبة بالوداد موعد الحج أتى للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد صوت لبيك على هدي الخليل من لعبدك إذ غدا القلب عليل طوع أمرك نرتجي نور السبيل في الحنايا تهفو أشواق الفؤاد صوت لبيك على هدي الخليل من لعبدك إذ غدا القلب عليل طوع أمرك نرتجي نور السبيل في الحنايا تهفو أشواق الفؤاد في الحنايا تهفو أشواق الفؤاد أسفرت أزكى البشائر للعباد واتنا وعد المحبة بالوداد موعد الحج أتى للمسلمين يحمل البشرى لنا يوم المعاد
ها هنا جئناك مولانا وقوف وعلى البيت العتيق إذا نطوف نرتجي منك السعادة والقطوف هب لنا بالعفو والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أحلى تحية وأزكى سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله من جديد في تغطيتنا المستمرة معكم المجد في المشاعر. في الدقائق التالية بإذن الله عز وجل حديث عن اللبنة الأهم في المجتمع المسلم، عن الأسرة وعن كافة أفرادها وعلاقتهم بالحج وما ذكر عنهم في الحج وتفاصيل وذكريات كثيرة ممتعة وشائقة مع فضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر الأستاذ بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله وبارك الله فيكم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، أسأل الله يتقبل منكم صالح الأعمال ويجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الأيام المباركة. آمين. وأشكر لكم استضافتكم، أسأل الله أن يبارك في جهودكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أول شيء أقول ما شاء الله محلوي يا شيخ كذا وفي رشاقة ويبدو فيها علوم طيبة ولا نوادي ولا شيء، هذا من حلاوة عيونكم ونظرتكم. الله يرضى عليك ويحفظكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما خفيف الظل. الله يجزيكم خير على مستمعينا ومشاهدينا وعلى من نحب. الله يحفظك. احنا قبل ما نبدأ في الكلام عن الأسرة بنسأل عن شيخنا الشيخ سعيد الله يجزيه بالخير، بشرنا عنه وكيف صحته وكيف أموره. أبشركم وأبشر الجميع بأنه بخير وفي صحة وعافية والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يمده بالتوفيق والعناية وأن يرعاه وأن يمتعنا بصحته وعافيته ويجمعنا به وبمن نحب وبمن أحبه في جنات النعيم. اللهم آمين. آمين. الله يجزيكم خير. شيخنا وردنا نتحدث عن الأسرة يعني في الحج، ربما هنالك الكثير من المعاني التي تم التطرق فيها في الحج من الخطب أو حتى المواقف، فلو ردنا أن نقف عن بعض الوقفات المهمة ونترك لك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الحج مدرسة، بل هو أعظم مدرسة من مدارس التعليم والتربية في الشريعة الإسلامية، ولذلك كان هو الركن الخامس. فإذا وصل الإنسان إلى الركن الخامس معنى ذلك أنه قد أتم تربية نفسه مع الأركان الأربعة كلها، ولذلك حتى اسم الحاج يتغير بعد الحج، كان اسمه عبد الله ومحمد وخالد، بعد يصير الحاج الحاج محمد الحاج كذا. لماذا؟ لأنه قد قصد وجه الله العظيم واستكمل شرائع دينه، ولذلك هذا فضل من الله عز وجل على الحاج. وموضوع الأسرة والمرأة في الحج لا بد لهم من أن يتطرق له الشرع في هذا الموقف العظيم وفي هذا الموقف العظيم. نعم. وهو يرسخ معاني سامية لحياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولسعادته الدنيوية والأخروية. نعم. ولو نظرنا يعني بعض الناس قد يقول يا أخوان احنا في حج وكذا لا تتكلمون عن النساء وتتكلمون عن المرأة وكذا، خلوه بعدين يعني من المحرمات وندخل. أنا شايف أنت تكون الكلام على الأسرة بعدين أنت دخلت على المرأة على طول. لا يا هو الأسرة هو لبنتها الرجل والمرأة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإن لهن حق عليكم ولكم حق عليهن، وبين صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم وهو يرسخ أمور العقيدة وأمور المحرمات والمنهيات، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، ثم يتدخل في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية ربا الجاهلية ودماء والدماء. الجاهلية ثم يأتي إلى موضوع الأسرة ويجعله ركن أساسي في خطبته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وحق المرأة خاصة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن حق المرأة قبل الإسلام كان مهضوما كل الهضم، كانت تباع وتشترى وكانت تؤسر وكانت تورث كما يورث، يعني إذا مات رجل وعنده عدة نساء فإن أي واحد من أولاده يدخل فيرمي ثوبه على واحدة منهن فتصبح له. انظر إلى هذه إلى أي درجة وصل، وتقتل وهي صغيرة وتهان وهي كبيرة. ثم يأتي الإسلام في هذا المشهد العظيم ويتكلم عن حق المرأة ويبين لها، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوقها، ثم يبين صلى الله عليه وسلم الإحسان إليها وجعلها كالأسيرة. الله. ومعلوم عندنا أن إطعام الأسير في الشريعة إطعام الأسير يوصل إلى الجنة. الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله. وهذا يؤدي إلى أن يكون الإنسان في أعلى درجات الزكاة والطهارة أن ينظر إلى مثل هذه إلى الأسير. الأسير لاحظ الأسير هو القوي الممتنع الذي وقع تحت الأسر بحكم القوة
وهكذا هي المرأة. بعض النساء يا شيخ يعني ما يرضون هذه النظرة، نظرة العاطف ونظرة المسكنة، يعني يقولون ليش يعني ينظر لنا هذه النظرة؟ قوة المرأة في ضعفها. الله أكبر. قوة المرأة في ضعفها، ولذلك الآن كلما استقوت المرأة وأصبحت كالرجل الشديد فإنك تواجهها. الآن الواحد منا الآن أمام بنته وأمام زوجته، لو واجهتها واجهها، لكن لو دمعت في عينيه خلاص أثرت عليه وحطمته تماما. ولذلك هذه كلمة لامرأة غربية تقول قوة المرأة في ضعفها، في ضعفها. الله. كلما استكانت كلما أشعرتك. ولذلك كان العرب قديما وحديثا وحتى في جميع القوانين والأعراف الدولية حتى في الحروب المرأة لا تقتل، المرأة والطفل، هؤلاء النساء والأطفال يعني لهم حصانة. نعم. هي حصانة الإنسانية التي جاء بها الإسلام أولا وكرسها الإسلام أولا. نعم. قضية المرأة يا أخي في الحج، وأنا أتابع قضية المرأة في الحج أجد عجبا كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء عليه الصلاة والسلام في الحج. من حج حجة وداع وهو يودع المسلمين جميعا وعلى كاهله أعباء لا يعلمها إلا الله، ويهتم بزوجاته عليه الصلاة والسلام. يا أخي الواحد منا لو وجد عنده شغلة إما دعوة إلى الله ولا تأليف كتاب ولا مشوار ولا كذا وتكلم زوجته كان أنت فاضية، أنت ما عندك شغلة، أنت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر حتى نفسيات زوجاته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم. يدخل على عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، يعني الواحد منا قد يرى زوجته تبكي وأولى بنته أيام وليالي ما هم بل تبكي اليوم ترضى بكرة دموع التماسيح كما يقولون. وهذا ما قلنا نحن ان البكاء دموع التماسيح الا نحن تمسحنا نحن، لا حول ولا قوه، يعني اصبح عندنا عدم تاثر. ولا يدخل عليه الصلاه والسلام يرى زوجته تبكي، ما الذي يبكيك؟ قالت يا رسول الله جاء الحيض. فيطمئنها عليه الصلاه والسلام قال انه قد فرض على بنات بني ادم، يعني ليست انت لوحدك، انت يطيب خاطرها، يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم. افعلي ما يفعل الحاج، ما حرمها. لو واحد قال خلاص امشي يا بنت الحلال وبعدين يصير خير اصلكم كذا، لا لا لا، افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تقضي البيت الحرام، ويجعلها تقف بعرفه في مزدلفه في منى في عرفه وكذا. وبعدين بعد هذا كله قال عليه الصلاه والسلام طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. الله. قالت لا، شوفوا هو المشرع صلى الله عليه وسلم، انظر الى التفاهم والتناغم. ويجعلها تخرج مع اخيها عبد الرحمن. قالت لا، ايرجع الناس بحج يا وعمره وارجع بحج؟ يعني عندك نسوان خلتهم يعتمرون ويحجون والناس كلهم يقولون عائشة رجعت بحج الوحدة؟ قال يكفيك طوافك عن حجك وعمرك. هذا يا إخوتي وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم يرضيها. يعني فاهم نفسية المرأة، يرضيها صلى الله، ويقول لها. يا أخي الآن بعض الناس قد تجده يعني يختصم هو زوجته وتقوم بينهم مشكلة عظيمة على أثاث البيت، ما لها رأي حتى في أثاث البيت، ما لها رأي حتى بخرجتها أو بتمشيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي خاطرها في هذا الحال ويقول تذهب وتذهب ويجعلها وينتظر وتذهب تأخذ عمرها وترجع، وكان في ذلك شريعة وسنة. هذا موقف من مواقف صلى الله عليه وسلم. موقف آخر. نعم. تأتي عائشة رضي الله عنها تخبره وتقول صفية جاءها الحيض، قال أحابستنا هي؟ سبحان الله، والله وأن أنظر لهذه الكلمة أجد عجبا. أحابستنا هي يعني من أجل صفية سيحبس الجيش كله كامل. ما قال أحابستني أنا لوحدي، تحبس الجميع، الجميع سيحبس الجميع من أجل. شوف غلاوة المرأة وقدرها سبحان الله العظيم. سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيقف وسيقف كل الحجاج ويتأخر كل الركب من أجل امرأة. أي إكرام للمرأة في شريعة أعظم من هذه الشريعة؟ الله أكبر. أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الوداع. قال إذن فلا، طواف الإفاضة. قال إذن فلا، لأنها جاءتها جاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة. ولذلك قال أهل العلم أنه لا بد من اشتراط الطهارة في طواف الإفاضة حتى ولو كان يتأخر الركب. يعني بعض النساء تقول طيب أنا عندي حجز طيارة، يعني حجز الطيارة كان أعظم من حجز محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد يتأخر، لو تأخر خطأ في جواز سفر أو في اسم يتأخر. صحيح. فكيف لا تتأخر لأداء هذا النسك العظيم؟ إذن المقصود يا أخي الكريم ويا أحبتي، المقصود أن المرأة في الإسلام في الحج لها مواقف عظيمة. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم، أنا اليوم وأنا أتابع الأخبار أجد في الإحصائيات أن نسبة الحجاج من الخارج 55% ذكور و 45% إناث. والله فرحت عشان ارتفاع نسبة النساء. ارتفاع نسبة النساء هذا يدل على الوعي الموجود عند المرأة والوعي الموجود عند المحارم. ولذلك اشترط الإسلام المحرمية للمرأة في الحج. لماذا؟
ليشعر الإنسان بمسؤوليته. الآن ترى أصبح الحج عند كثير من الناس مشكلة، وذلك إذا جاء الواحد يخطب الحين يقول لها حجت ولا لا؟ لا لا، يقول لها أبوها، يقول ما شاء الله تبارك الله مدرسة كذا كذا محججة، يعني ضمن المزايا هذه، هذه من المزايا محججة يا أخي سبحان الله. لأنه كثير من الرجال اليوم يمتنعوا أن يذهبوا مع زوجاتهم في الحج، عنده شغل وعنده أشياء، كثير من الرجال سواء كانوا رجالا أزواجا أو آباء أو إخوان أو أبناء، يا أخي احتسب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه وقال يا رسول الله إني اكتتبت في الجهاد وإن زوجتي حاجة، الجهاد الذي هو نصرة الدين، قال اذهب فحج مع زوجتك. يا أخي سبحان الله، الله انظر إلى الأولويات، أرجعه من الحج من الجهاد ليحج مع زوجته. الله، ترى مكانة المرأة في الإسلام، مكانة الأسرة في الإسلام مكانة عظيمة. لا يشغلك، إذا قلنا قد يشغلك حج، يا أخي بالله عليك انظر إلى من يشغله الدنيا عن أولاده، إلى من يشغله الاستراحات والتمشيات والخرجات. وإذا قلنا يجلس يسولف مع زوجته، قال ما يسولف مع المرأة إلا مرأة. وإذا قلنا آنس زوجته، قال يا رجال خلك منها. انظر إلى هذه الوقت. يعني هل عدنا للجاهلية القديمة يا شيخ؟ بل أسوأ، لا حول الله. يعني الجاهلية القديمة كان فيها يعني محافظة على المرأة على الأقل، الحين ضيعنا حقوقها وضيعنا أيضا حرماتها، لا حول الله. فإما من هناك من ينادي إلى خروجها وإلى سفورها وإلى أن تكون منشفة وملطخة لقذاراته، ومن الناس من يغمطها حقوقها. وأنا أقول دائما لكل من يريد رفعه لشأن المرأة، ترى من أهم الأسباب لدعاة من يدعون أنهم يدعون أو يقولون ينصرون وينصرونها، من أهم أسباب كلامهم ترى تصرفاتنا نحن. نعم. نحتاج إلى خطة، إلى إشعار المرأة بقيمتها. الله. وناسب في الحج حقيقة. طيب. أن نتكلم، أعجبني قبل أيام أن امرأة وضعت شهر عسلها حج. اي نعم، هذا الخبر ذكرناه البارحة معنا كان في حصاد الحج، وضعت شهر أو أول الحج. رحلة بعد الزواج كانت الحج. الحج، الله، ما أجملها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يا أخي شوف ذكريات الحج، الله، وهم في بداية زواج. طيب، هذا ما يتعلق بالمرأة وهي الركن الأساسي حقيقة في الأسرة. لو أردنا نتكلم عن باقي أفراد الأسرة وكيف يعني كانت أدوارهم في الحج والإشارات لهم حتى لا يزعل بقية أفراد الأسرة في الحج علينا. حتى في الأضحية قال أهل العلم يستحب لهم أن يجمع أهله وأولاده عليها. لا. يعني ما الآن أصبح أولادنا حتى ما يعرفون البهائم الآن، ما يعرفون. والله واحد من أولادي قبل أيام شاف له حسين، قال أبوي شوف أبوي حمار حمار، قلت يا أولادي يعني جاي من البادية وشوية ما تفرق بين ما يعرفون. لازم دورة تدريبية، الحج دورة تدريبية. قضي سنتين أو ثلاث أولادي عيدوا في المنطقة هناك مع أهلهم وكذا، فيقصون القصص. الله. كيف أنهم جمعوا الأولاد وكيف شافهم يذبحون واللي يغمى عليهم شاف الدم واللي كذا. يعني ترى أحيانا قد يكون بما أنك جبت الذكريات بناخذ ذكرياتك في الحج مع الوالد الله يحفظه. والله الحج مع الوالد يعني صلى الله عليه وسلم خاصة في الأضاحي وفي غيرها في الأعياد، في الأضاحي في الغالب ما كان الوالد يضحي معنا لأنه دائما حج، أسأل الله أن يبارك في عمره. فحجه كل سنة إلا ما ندر. نعم. وأسأل الله أن يكتب له أجر الحج هذه السنة، ولو لم يحج أسأل الله أن يكتب له أجرها. يعني في الحج كان الوالد حريص على أننا كل أبناء يحجون، كل أبناء، بل ليس كل أبناء، كل أبناءه وأبناء أبناءه وزوجات أولاده. ما شاء الله. فليس هناك بيت عندنا من العائلة إلا حتى أبناء العم أبناء الخال كذا، كل سنة يحج مع اثنين ثلاثة، ويحرص أن تكون من المحارم. الله. دائما من المحارم. يعني كنا أول قبل أن يأتي الحملات وكذا في سيارته، نأخذه في السيارة. ويكون أذكر في سنة من السنوات عام 1406. نعم. كان عدد حجاجنا في السيارة 25 حاج. ما شاء الله. كلكم في سيارة واحدة. في سيارة واحدة. ما شاء الله. وكنت أنا يعني متين ضعيف، يعني أنا أصغرهم في تلك الحجة. وكان الوالد هو الذي يقوم بالشؤون كلها. الله. يعني أذكر وأسأل الله يمتع بصحته وعافيته، هو الذي يأتي بالماء، هو الذي يأتي بكذا. في حجة من السنوات أول سنة حججتها في حياتي عام 1396، وكنا على هذا الجبل. على الجبل كان يسمى المقابل، الجبل قابل، كنا نسميه حين يا أهل أبهن كنا نسميه جبل قحطان، يعني استحلينا. وكانت تلك السنة أنا صغير، كنت يعني صغير متمركزين عنده. جاء الحريق الذي شب في تلك السنة وكذا، وأذكر كان الوالد معه، ليس أنا لوحدي والله، لسه شباب ترى يا شيخ. إيه الحمد لله لسه شباب. نعم. وكان الوالد يأتي مع مجموعة بخدمتهم وكذا. يعني إشعار الحج وشعور الحج فيه تآلف بين المسلمين عامة. نعم. وبين الأسرة،
يعني أذكر في سنة من السنوات في حملة من الحملات تكلمنا عن في ليلة 11 عن الحياة الزوجية. الله. فبعد الحج اتصل علي أحد الحج هذه ما هي مش الحج بعد التحلل. طيب. فبعد أن جاء أحد الإخوة كلمني بعدها قال والله يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو لقد صلحت حياتي الزوجية مع زوجتي من تلك الحجة. الله أكبر. قلت هذا من فضل الله عز وجل، يعني الزوجة تسمع والزوج يسمع ويكون هناك إدراك والنفوس طيبة. أنا أقول بكل صراحة ما هناك أحد يتزوج إلا يريد السعادة، لكن كم من يريد السعادة ولا يصل إليها. شيخنا في الدقائق المتبقية والوقت يمضي سريعا، لو أردنا نأخذ وسائل عملية لكل من يشاهدنا وربما أكثرهم من غير الحجيج أو ربما بعضهم من الحجيج، كيف يمكن أن نجعل هذا الموسم انطلاقة للأسرة ككل لكي تعيد صياغة حياتها على بنيان يعني على تقوى من الله ورضوان؟ التمسك بشرائع الدين وأهدافه أول قضية ينبغي أن تكون بين كل الأزواج في كل الأسر، أن يعرف الإنسان حقوقه وما له وما عليه. نعم. ترى كثير من الزوجات لا تعرف حقها ولا تعرف الواجب الذي عليها، وكثير من الأزواج لا يعرف حقه ولا يعرف الواجب الذي عليه، فقد يتنازل عن حقه ويظن أنه بالتنازل أنها تصلح الحياة وهي تفسد. والبعض يعتبرها من المسامحة، يعني ما القضية ما قائمة هذا حقي وهذا حقك. لا، المسامحة شيء، المسامحة هو ظرف طارئ يحصل للإنسان، مثلا حق المرأة مثلا في الراتب. نعم. حقها في راتبها هي لها ذمة مستقلة. أنا أقول هؤلاء النساء كل يوم يتصلون يا شيخ أخذ راتبي راتبي، والله أول راتب أخذها الرجل من زوجته أخذ بطيبة نفس ولا بغصب عنها؟ أخذ بطيبة نفس. وبعدين خلاص، وصعب عليك تخطمه بعد ما قد أعطيته 10 سنوات 8 سنوات. ولذلك لا، ممكن في لحظة من اللحظات تعطين زوجك هذا التسامح، وجدتي محتاج، وجدتي بحاجة، وجدتي تشترون شيء، تكرمين. الحقوق والواجبات، الزوج نفس الطريقة لا يفرق في حقوقه في واجباته ولا يعد عن حقوقه. ثانيا العشرة بالمعروف، والمعروف هذا كلمة وسيعة. نعم. يا أخي ما قد يكون معروف في بيتك لا يكون معروف في بيتي، ما قد يكون معروف في مجتمعك لا يكون معروف في مجتمعي. ما هو المعروف؟ المعروف هو ما تعارف عليه الجميع بأنه يرضي الخواطر. النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أكمل عشرة، مع ذلك ما قال الله وعاشرهن كمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يحصل في زمانه في كل زمان يختلف الحال. قال الله وعاشرهن بالمعروف. الأمر الثالث الاحترام، احترام الزوجة والزوج وأهلهم وجماعتهم، من أجل عين تكرم مدينة مثل ما يقولون. نعم. لا تحاول إهانة زوجتك، لا تحاول إهانة رأيها، لا تحاولين إهانة أهله، لا تحاول إهانة أولاد أهله. بعض النساء تتندر على زوجها أمام أهله، أمام البقية وأمام أهلها، يلا شوفوا كيف. لا، كبري زوجك بعينك وفي عين أهلك، وتكبر المرأة نفسها كذلك. هذه إشارات. نعم. بس الله ينفع بها وفي حج أسأل الله أن يتقبل منه إنما هي بقيات، بس الله عز وجل أن تصل إلى سويداء القلوب سريعا. كل الشكر والتقدير لكم شيخنا أنس بن سعيد بن مسفر الأستاذ بجامعة أم القرى والداعي المحبوب للقلوب، شكر الله لكم. بارك الله فيكم، أسأل الله تقبل منكم. الله يحفظكم ويجزيكم خير. وأنتم مشاهدين الكرام كل الشكر والمحبة والتقدير لكم، ما أمتعها من لحظات تعيشها الأسرة، ودائما ما يلهج اللسان بالدعوة العظيمة لأولياء الله المتقين بعباده الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه المنازل. أيها الأحبة الكرام، نتوقف قليلا مع تقرير للزميل حسن عبده عن الأضاحي وعن البنك الإسلامي للتنمية، وبعدها بحول الله عز وجل سيكون معنا قس أسلم، كيف تغيرت حياته وقصص ومواقف وتجارب رائعة بإذن الله عز وجل. بعد هذا التقرير استمتعوا بهذا القس وما يحكيه من حكايات. حتى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا يا رب. يعتبر ذبح الأضاحي والهدي والفدية من شعائر الحج التي أمر الله بها، لذلك يحرص حجاج بيت الله الحرام على أدائها فور انتهائهم من رمي جمرة العقبة، فيما يقوم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي والذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، يقوم بدور هام في هذا المجال، حيث يوفر شراء سندات الأضاحي للراغبين في أداء الأضحية ويقوم بمهامهم في الذبح والتوزيع. بإمكان الحاج شراء السندات من خلال إحدى الطريقتين، إما أن يوكل المشروع لشراء عند شراء السند فيقوم المشروع نيابة عنه بتنفيذ النسق، وهي طريقة سهلة جدا، من إما من خلال موقع إلكتروني شراء السند، أو بإمكانه شراء هاتفيا من خلال الهاتف المجاني،
أو أن يقوم الحاج بالشراء بنفسه من أمام بوابات مجازر الحديثة، فبإمكان الحاج شراء السند ويدخل بنفسه ليشاهد ذبيحة بنفسه، وقد ويمكنه أيضا أن يقوم بنفسه بتنفيذ بذبح الأضحية. ويقوم المشروع بالإفادة من الأضاحي عبر توزيعها على فقراء الحرم ونقل ما يفيض إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم، تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام، مع مراعاة توفر الشروط الصحية والشرعية في الأنعام وفي اللحوم حال توزيعها. مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية مساعدة لحجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء النسك. المشروع كما تعلم يمشي منذ عام 1403 هجرية، الحمد لله تطور منذ ذلك الحين، يعني في عام 1403 تمت الإفادة فقط من حوالي 63 ألف رأس من الأغنام، في حين العام الماضي الحمد لله تمت الإفادة من 1,000,000 رأس من الأغنام. فالقيام بالاستفادة بهذا العدد الكبير في خلال فقط 82 ساعة في فترة عيد الأضحى المبارك من أول يوم إلى نهاية إلى قبل غروب اليوم الرابع، يعني يعتبر الحمد لله إنجاز هام جدا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل إمكانيات كبيرة التي تشاهدونها في هذه المجازر، هذه أكبر مجازر موجودة في العالم من ناحية الإمكانيات، المعدات، التجهيزات، إمكانات التبريد وإمكانيات التثليج إلى غير ذلك. هذا المشروع حقيقة بيؤدي خدمات جليلة جدا لحجاج بيت الله الحرام. أولا التأكد من توفر جميع الشروط الشرعية والصحية فيما يقدم من أنعام في هذه المجازر. فالمشروع يوظف 800 شرعي و800 طبيب بيطري للكشف على الأنعام قبل دخولها إلى المجازر، وقبل الذبح وبعد الذبح وبعد السلخ وبعد التجويف، للتأكد من خروجها من أي ضرر استهلاك للمستهلكين. تمشى لمشروع المملكة العربية السعودية بالإفادة من الهدي والأضاحي لتحقيق المعادلة الصعبة، حيث مثل حلا للذين يشهدون ثواب الذبح ولا يطيقون توزيعه، كما مثل حلا لإيصال الأضاحي للفقراء والمستحقين. أما المحصلة فكانت توزيع الملايين من الأنعام في 83 ساعة. حسن عبدو لقناة المجد، المشاعر المقدسة. نرسم الآمال بالرجوى إليك، حين أودعنا بها الأمر عليك، فاهدنا يا ربنا درب الرشاد، فاهدنا يا ربنا درب الرشاد. أسفرت أزكى البشائر للعباد، ودنا وعد المحبة بالوداد، موعد الحج أتى للمسلمين، يحمل البشرى لنا يوم المعاد، صوت لبيك على هدي الخليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، التغطية مستمرة، ولكن الآن مع ميلاد جديد، فالمرء يولد مرتين، المرة الأولى التي يخرج فيها من رحم أمه، وهذه يشترك فيها معه حتى الحيوان، لكن المرحلة الثانية وهي مرحلة الهداية، الميلاد الحقيقي، أن تسلم لله رب العالمين، أن تكون عبدا طائعا، هذا هو الميلاد الحقيقي. مؤمن، إبراهيم، داود، سليمان، قص 19 في الكنيسة، ينصر ويكفر إن صح التعبير، ويذهب بالناس إلى دياجير الظلام والضلال، لكن الله عز وجل يفتح على عبده، وها هو قد فتح عليه، فمنذ 5 سنوات قد أسلم
ضيفنا بعد أن عرف الحقيقة. لماذا أسلمت؟ مع ضيفنا الشيخ مؤمن إبراهيم داود سليمان. فضل الشيخ أهلا وسهلا بك. هلا بيك هلا بيك، فرصة طيبة خالص، نورتنا الله يسعدك. أنا ما أريد أن أطيل على المشاهدين لأنهم في شوق لسماع كلامك. جزاك الله خير. لماذا أسلم مؤمن إبراهيم بعد أن كان قسا؟ هو في الحقيقة يعني تعقيبا بسيط، يعني أنا هذا هو الميلاد الثالث مش الثاني. جيد. فالميلاد الأول هو يوم ولدتني أمي. جميل. والميلاد الثاني يوم أسلمت. والثالث؟ والثالث هو هذا اليوم يوم الحج. الله أكبر. وقفة عرفات أمس. فده أول حجة في الإسلام. نعم. إنما لماذا أسلمت؟ هتستغرب لو أنا يعني قلت لحضرتك إن الإنجيل هو سبب إسلامي. الإنجيل وليس القرآن. الإنجيل هو سبب إسلامي. كيف ذلك؟ ولذلك أنا دائما لما يكون لي أي لقاء أوجه كلمة للمسيحيين وأقول اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن. اقرأ الإنجيل. اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن. جميل. فالإنجيل الحالي يعني حتى لما واحد يناقش نصراني ما يقولوش الإنجيل مزيف. هو صحيح الإنجيل مزيف وفي كثير جدا من هو مزيف ومحرف، لكن في النقاش لا تقول له هذا. لكن في النقاش لا تقول له هذا، لأن الموجود الحالي حاليا يكفي تماما أن يثبت أن المسيح ليس بإله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وده هو سبب هدايتي. يعني أنا نفسي أبرأ المسيح أمام المسيحيين من هذه التهمة الباطلة. الباطلة التهمة التي لصقت فيه إلى هذا اليوم. لكنه هو يعني أنا هدي لك عصارة كتب وعصارة سنين في الكهنوت وعصارة سنين في الكليريكية. شوف كل ما قاله المسيح عن نفسه ينفي أنه إله. هو هدف الإنجيل؟ هدف الإنجيل يعني هو ما قاله المسيح عن نفسه ينفي أنه إله. جميل. لكن كل ما قيل عنه يثبتون أنه إله في كتبهم المحرفة. في كتبهم المحرفة. ماذا يقول المسيح؟ ماذا يقول المسيح؟ دي النقطة. فالمسيح نمسك في حياته كلها، في ولد شاب مهذب غني ركض، يعني أول ما شاف المسيح ركض جري وجاف على ركبتيه. هذا في الإنجيل. ده في الإنجيل. وجاف على ركبتيه وسأله أيها المعلم الصالح ماذا ينبغي لي أن أفعل لكي أرث الحياة الأبدية. كان ممكن يقول له لا تزني لا تقتل، هيوري له طريق الحياة الأبدية، لكن استوقفه وقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ففي هذا النص يثبت عيسى عليه السلام أنه ليس هو الله. نعم. في حين أن آية عريضة لو المسيحيين يتخذونها ظاهرا دون تأويل التفسير تقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن الله وحده الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن يسوع المسيح هذا مرسل من الله كرسول. نعم. لما تتمشى في الإنجيل أيضا في التجربة، وأنا هوريك التجربة دي كانت إزاي. نعم. تجربة على الجبل لما أتى إبليس لكي يجربه، وأنا هوريك التحريف هذا. هو المكتوب أنه أتى إبليس لكي يجربه، لكن هنا السؤال حتى لو المكتوب ده صحيح، هل يجرؤ إبليس أن يجرب إله؟ لا. لأن لما يجيني واحد عادي ويقول لي إبليس بيجربني مثلا في المال، يجربني في الشهوة، يقدر عليا في السحر، أقول له أنت رجل حافظ القرآن لكنه بشر، فهذا القرآن الذي تحفظه يحصنك. فكم وكم عندما يقولون أن إبليس جاء لكي يجرب إله وأخذه على جناح الهيكل وقال له وأخذه على الجبل وقال له ارمي نفسك من فوق وعلى جناح الهيكل وأعطيك كل هذه الممالك إن سجدت لي، يعني ما هذا الضعف؟ هل هناك ضعف في إله؟ فيما قبل التجربة مباشرة يقول لك وجاع أخيرا. جاع. جاع أخيرا. فهل إله يجوع؟ هنا بقى تعالى الله. تعالى الله عما يصفون.
يعني هنا بقى تأويل التفسير يقول لك ده جاع وعطش وقال ان انا تعبان الى اخره، لانه بالانابة عن البشرية فبيتكلم بلغة البشر، لكن لا، هو جاع اخيرا جاع. طيب اذا كان يتكلم بلغة البشرية، اما ازاي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين؟ نتمشى معاه ان كانت قصة الصليب حقيقية، مع ان قصة الصليب غير حقيقية. اثبتها لك من الانجيل انه لم يصلب، انه من الانجيل بل رفعه الله اليه، ده في القرآن. نعم، ده حكاية تاني. انا نفسي اللي نعم، انت الان ترد على النصارى من كتبهم، وهذا حبيبي جدا جميل. شوف حبيبي، انا هقول لك النهج بتاعي، ويعترضني من يعترضني، انا نهجي نهج الهدم. ان تهدم النصارى من كتبهم، من العقيدة ذاتها، نهج الهدم، نهج البنيان هذا للمشايخ الكبار الذين انا اصغرهم. نعم، لكن نهج الهدم لابد ان عشان تناقش نصراني، اولا لابد ان تدرس العقيدة النصرانية جيدا. جميل. وكأنها عقيدة صحيحة، ثم انك تعرف الرد عليها، ثم انك تعرف رد الرد، لانه هو هيرد عليك تاني. نيجي لقصة الصلب. طيب، فإن كانت قصة الصلب حقيقية، فهناك سبع كلمات قالهم على الصليب في منهم الإنجيل، على الصليب ذاته في الإنجيل. ضمن هذه الكلمات، أو من ضمن الكلمات المشهورة التي قالها على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلهي 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 لماذا تركتني؟ فهو يعترف أنه ليس بإله. طيب، رد علي أنت وقول لي لا يا عمي، ده هو بيقول إلهي لأنه بالإنابة عن البشرية، وهو في هذا الوقت كان إنسان. ماشي. طيب، إن كانت قصة الصليب هذه حقيقية ومات، وتعالى في الكنيسة بقى أقول لك حتة لحن مشهور جدا قبطي، آمين 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 تون صانا تون سوكيرية، بمعنى آمين 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 بموتك يا رب نبشر. أوه، كأنه يبشر بموت الله. ومتى كان الموت بشرى؟ ومتى كان الموت بشرى؟ وهل إله يموت؟ خلاص، يبقى دفن ومات، يبقى بالإنابة عن البشرية دي قصة انتهت. طيب، إذا كانت قصة القيامة أيضا حقيقية، أنا هثبت لك بقى لا صلب ولا قام. منين؟ من الإنجيل ذاته، ما ده سبب إسلامي الذي لابد أن أتكلم عنه. وده نهج اسمه نهج الهدم. القرآن يثبت، لكن من يؤمن بالإنجيل وتهدم عقيدته من إنجيله، بسيط جدا، القليل والقليل جدا ممكن تبنيه من القرآن. نعم. فقصة الصلب حقيقية، وقصة الموت حقيقية، لنفرض هذا، لنفرض هذا جدلا، وقصة القيامة حقيقية، وخلصت. يبقى ما فيش هنا بالإنابة عن البشرية. بعد القيامة مباشرة ظهر لمريم المجدلية في يوم القيامة ذاته، فجر الأحد على ما يقولون. وأنا هقول لك إن دي مش ظهورات، أنا هقول لك إن هو لا صلب ولا دفن ولا مات. ده من الإنجيل أيضا. بعدما ظهر لمريم المجدلية، البنية حاولت تلمسه ومن ورا من ثوبه، فقال لها لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. الأب يقصد آدم. إلى أبي، لم أصعد إلى أبي، ما هو هنا بيمثل أقنوم الابن والآب اللي هو الله الآب. فبيقول المجدلية لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. واضحة هذه أنه ليس بإله. ليس بإله، ما يقدرش يقول ده بالإنابة عن البشرية، لأن قصة البشرية والإنابة عنها انتهت بالصليب. انتهت بالصليب. نعم، أنا أجيك لأنه الوقت عفواً كثير. عفواً. والرسائل والطلبات كثير. أنا أريد أن أسألك الآن، أنت بعد أن عرفت هذا التناقض في الإنجيل، بعد أن قرأت هذه التناقضات الصارخة، وصلت عند نص معين نقدر نسميها هذه الإثباتات مش التناقضات. طيب، أي نعم عندهم الآن.
ما هي اللحظة التي جعلت مؤمن بعد أن كان قصا في كنيسة إيش؟ القديسة دميانة في الويل الكبير في القاهرة. وراء اسم حدائق القبة. نعم، لحظة إسلامك. هو الحقيقة هي رحلة. يعني الإسلام بالنسبة لي كانت رحلة. يعني حتى شيخ شعراوي الله يرحمه كان دعا لي. في ذات مرة كان في مقابلة مع البابا شنودة، فأنا كان لي رأي إن لبس الأزهر ما يلبسوش غير في مرحلة ثانوي، فبقول للشيخ الشعراوي يا ريت في ابتدائي ما يلبسوش لبس الأزهر. قال لي لماذا؟ قلت يعني الناس العيال دي بتضرب بعض بالطوب ومش عارفين، ولسه في ابتدائي. نعم، قصدك احتراما لهذا اللباس. احتراما لهذا اللبس. فقال لي أنت عقلك مستنير، وأطلب من الله أن ينير قلبك مثلما أنار عقلك. هذا الكلام كان في فبراير 95 بالضبط. وأنتم قسيسي مصر كانوا يلبسون الأسود بعكس البابا الذي يلبس أبيض، صحيح؟ هو البابا الذي يلبس أبيض ده بابا الكاثوليك، لكن احنا والحمد لله كنا نلبس السواد. يعني سواد في سواد، سواد في سواد. الله المستعان. فمؤمن ترى الوقت يمشي. نقطة التحول هذه هي عقيدة عند الأرثوذكس بالذات، هي عقيدة الجسد والدم. ده بالإضافة إلى كل ما قلته لك. عقيدة الجسد والدم هو أن يأتي القس وأنا عامل شريط اسمه تقصيات مرئية، بوضح القداس يمشي إزاي وصلواته السرية إزاي، لترجية يعني. أنا سأتيك إلى هذه، لكن هي لحظة الإسلام متى كانت؟ دي بالضبط. ففي هذا القداس يأتي الشماس للقس بخبزات، خمس خبزات يقولون عنهم قربان، ويختار القس أصلحهم ويصلي القداس كله. في نصف القداس تقريبا يتحول هذا الخبز إلى جسد المسيح، ويتحول قليل من الخمر ممزوج بماء إلى دم المسيح. هذا في الإنجيل، ده الطقس، ويصير هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، استكمالا لذبيحة الصليب. تمام. أنا بدأ دي ما كنتش مقتنع بها بعد 11 سنة. يعني أنا بدأ الفكر جميل. يعني أنا رسمت قصة سنة 82، 11 سنة ما حصليش حاجة، بل على العكس بعمل شرايط وكنت زي الدينامو في الكنيسة. لكن في أول 95، هل هذا هو جسد؟ جسد حقيقي؟ هل ده هو الإله؟ تيجي واحدة أعمل لي قداس مخصوص عشان بنتي في الثانوية العامة، أعمل لها قداس مخصوص وأجيب لها الإله عشان يقسم على المذبح. عبث عبث. أنا خدت جزء من هذا الجسد، والنصارى يقول خد جزء إزاي، أنا كقس ممكن أخد جزء منه عشان أناول به واحد مريض، واحد في مستشفى. فخدت جزء قدام الناس كله وحطيته في علبة اسمها علبة الذخيرة، وضعته في سيارتي. أقسم بالله لما وضعته في سيارتي قلت إن السيارة هتنفجر، خايف ماذا سيحدث. طبعا تاني يوم لقيته نشف، تالت يوم لقيته صوف وتعفن، وتعفن. رابع يوم رميته في الزبالة. من هذا الوقت صرت قس مسلم، داعية مسلم، صرت قس مسلم فيما بيني وبين نفسي. يعني هذا ليس بإله وهذا ليس بجسد، وأنا أتحدى أي نصران ياخد الجسد يروح يتناول ياخده في الفافة ويحطه في اللفافة دي ويسيبه يومين ثلاثة ونشوف جسد الإله ده يعمل إيه. عقيدة عقيمة، بالإضافة إلى الإنجيل ذاته. نعم، لما أسلمت أعلنت إسلامك لهم. هو الحقيقة أنا صدمت مع أقوى مؤسستين، هي الكنيسة والدولة. فصدمت مع الكنيسة كإجراءات كنسية في يعني كيف قس يسلم، يعني فمحاكمات كنسية، يعني مجالس إكليريكية، مجالس تأديبية، لغاية ما قعدت على البلاط. لعلمك المسلم الذي يترك مسجده، الذي يترك مسجده ده عقابه شديد العقاب. ليه؟ لأن هناك أناس، أنا عن نفسي من 95 ل 2008، من 2008 مع الدولة لغاية 2012، لغاية ما طلعت بطاقة مسلم، وأنا أشتهي أن أدخل مسجد. وأنت حضرتك مولود المسجد تحت بيتكم، تحت بيتهم. يعني واحد يبقى مولود تحت بيت، تحت العمارة بتاعته مسجد. فأنا يعني بدي أوجه كلمة يعني للمسلمين، اني لابد ان يعرف انه مولود في نعمة، مولود في نعمة. يعني كثيرون
يتركون يعني أنا عندي كم كبير جدا أسلم على يدي والحمد لله. كم؟ يتركون أكثر من 250 واحد، يتركون بيوتهم ويتركون شغلهم أشغالهم وفلوسهم وأبوهم وأمهم. أنا عن نفسي أبويا مات من غير ما أحضر جنازته، وأمي ماتت من غير ما أحضر جنازتها، وأختي بنت أختي شافتني في والسبب؟ أن أنا أسلمت. بنت أختي شافتني في المترو. منعوك من كل هذا؟ أنا قالوا حتى ما أحضرش الجنازة. بنت أختي شافتني في المترو. خلي المشاهد كذلك يدري يعني الحرية وال سبحان الله ما يزعمونه. ما يزعمونه يعني سبحان الله، يعني لهم كامل الحرية، لكن في ظلام. أهل بيتك وزوجتك كله ده اتاخد، ما تسألني. أخذوهم منك كله. بص الآن تزوجت؟ الآن تزوجت دكتورة في الجامعة والحمد لله. كانت دكتورة في جامعة أسيوط والحمد لله. يعني نعم، يعني بعد أن كنت تدعو إلى النصرانية وكذا ومن الله عليك بالإسلام، وإحنا الزوجة الله يحفظها رأيناها بجلبابها متسترة من رأسها منتقبة منتقبة الله يسعدها ويسعدك بها. الله يكرم. شعورك في اللحظة التي أسلمت فيها؟ هو أنا انتابني شعور واحد إلى هذا اليوم، أنني كنت ضعيفا وأعبد إله ضعيف مصلوب مهان. بعد أن أسلمت؟ عندما أسلمت أشعر أنني قوي وأعبد إله قوي لا يموت لا يرى لا يجوع، لكنه مشبع الجموع من مشبع الجمع كله، حتى النملة الله يشبعها ولا يقول إني جوعان ولا يجرب ولا يموت. نعم، كنت تدعو المسيح والآن تدعو الله، ما الفرق؟ هو أنا الآن أدعو الله ذاته، مش الله في ممثل في شكل بشر. لذلك تشعر بقوة وراحة، تشعر بقوة. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ده اللي بنقوله، ده اللي بنقوله في الصلاة. قلبك وحياتك وراحتك، تحس فعلا فرق بعد إسلامك والآن؟ هو الحقيقة من أول الوضوء. من أول الوضوء. الوضوء من أول الوضوء. أنا خليت واحد أسلم على إيدي من أجل الوضوء فقط، قلت يا ابني توضى ما تصليش. أسلم بسبب الوضوء. بسبب الوضوء قلت توضى ما تصليش، بعدين بعلمك الصلاة. جاني بعد شهر قال لي حسيت أن أنا نضفت تطهرت. ففعلا يعني الإسلام واضح، دين واضح، وهذا هو ما مكتوب في الإنجيل. أول الوصايا العشر، يجي واحد يقول لي أول الوصايا العشر التي أعطيت لموسى على حد قولهم التي أعطيت لموسى في إله وحي العهد، بتقول لي أول وصية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وبعدين أنا هقول لك قول يعني قد يكون الختام. كل الذين قالوا أن المسيح رسول أكرموه، وكل الذين قالوا أن المسيح إله أهانوه. يعني هم يقولون أن المسيح إله وأهانوه، اتضرب على وشه وبصق على وجهه وقالوا عليه أنه إله. ولكن نحن المسلمين حاليا عندما نقول أن المسيح هو رسول أكرمناه، منزلته الحقيقية، منزلته الحقيقية. لكن الذين قالوا أنه إله أهانوه وإلى هذا اليوم يتهموه. نعم، هذه حتى عندنا في تعاملنا البشري. أنا لو رجل جاهل ما تعلم أقول أنت العالم العلامة، هذا استهزاء به. واضح. نعم صحيح. فاقرأ الإنجيل يصل بك. أنت لو دخلت على صفحة الفيسبوك بتاعتي المكتوبة باسمي، الحمد لله دخلها 1,162,000 واحد، هتلاقيني كاتب مقالات عنوانها جرح في قلب العقيدة. الله أكبر. في الآن نصارى يعلنون إسلامهم ويخشون من الكنيسة؟ كثير جدا 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 جدا. أنا عندي يعني عندي من النساء الكثيرات أسلمن وصلين في بيوتهن ويخفين إسلامهم في بيوتهن. اسمع أيها العالم، في 2013 يعني تخيل أنت أمامك مساجد ومآذن وهي بتصلي في الحمام، الله، خشية من أهلها وخشية من ابنها في تاني اعدادي، وشافها بتصلي صلاة المسلمين مصيبة وهي مرتاحة استعيش وهي سعادة مرتاحة وزي ما بتقول مكرهة لكنها راضية في قلبها. واغلبهم يقولون لي اننا يعني سنخرج الى لا طريق. انا على فكرة علي مسؤولية جبارة في هذا الامر. نعم باذن الله. رسالة اخيرة توجهها وتعطينا فيها مشاعرك بعد ان اسلمت وحججت. أيوة حججت الحمد لله. مشاعرك ونختم بها. والله هو الميلاد الثالث زي ما انت قلت في البداية، قد يكون لإنسان ميلاد واحد وقد يكون له ميلادين، لكن أنا لي الميلاد الثالث هذا. يعني
يعني اديك زي ما انت شايف انا جاي من مكة، شوف من هنا للمسجد الحرام واحنا في منى هنا، شوف المسجد الحرام فين، مشيت اكتر من 6 كيلو تقريبا وانا راجع. وتشعر واديك زي ما انت شايف لا بجوع ولا عطش ولا تعب، يعني انت جبتني من الشارع على اللقاء صح، لكن سبحان الله يعني الله يسعدك. الله يكرمك. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء. أرجو من الجميع دعواتهم لي بإذن الله. أنتم مشاهدين الكرام، كان معنا المسلم الداعي الآن مؤمن إبراهيم داود سليمان. هذه هي الحياة الحقيقية. لم نعرف عالما، أنا لا أتكلم عن عوام المسلمين، لا نعرف عالما من علماء المسلمين ترك الإسلام إلى النصرانية، لكنهم كثر وكثر جدا الذين تركوا اليهودية والنصرانية من علمائهم، وهذا نموذج بيننا، وهذا دليل على أن الإسلام دين عظيم، بل هو الحقيقة والشمس الساطعة، وأن ما دونه من الأديان إن صح التعبير وهذه الكلمة فإن الدين عند الله واحد وهو الإسلام، وأن ما غيره هو الباطل الذي يأتيه خلفه كل ظلام. الإسلام ديننا، وإن الدين عند الله الإسلام. شمسنا أشرقت في مشعر منى، ومع هذه الكلمات التي سمعناها تغطية المجد مستمرة بعد نشرة الأخبار بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بيت العتيق إذا نطوف نرتجي منك السعادة والقطوف، هب لنا بالعفو والرضوان زاد، ها هنا جئنا كما أولانا وقوف، وعلى البيت العتيق إذا نطوف نرتجي منك السعادة والقطوف، هب لنا بالعفو والرضوان زاد، هب لنا بالعفو والرضوان زاد، أسفرت أزكى البشائر للعباد وتنا